أطلقت سوناطراك يوم 26 سبتمبر 2024 بمقر القاعدة اللوجستية التابعة لها بوادي السمار في العاصمة قافلة تضامنية لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي مست ولايتي بشار ونعامة، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة نتيجة السيول الجارفة التي ألحقت أضراراً بالمنازل والبنى التحتية. وقد أشرف على الانطلاق الرسمي لهذه القافلة الإنسانية كل من الأمين العام لسوناطراك السيد عبد القادر زروقي، والأمين العام للنقابة الوطنية للشركة السيد خلاف جرود. تنطلق هذه القافلة اليوم من مقر القاعدة اللوجستية لوادي السمار بالعاصمة حوجهتها، حيث تتوجه هذه الشاحنات نحو ولايتي بشار والنعامة. إن هذه المبادرة التضامنية لن تكون الأخيرة في مسيرة سوناطراك، التي ستبقى وفية على الدوام لتقاليدها التضامنية كشركة مواطنة وقاطرة للاقتصاد الوطني. في الأخير، نتمنى أن تساهم هذه التبرعات المتواضعة في التخفيف من معاناة إخواننا في ولايتي بشار والنعامة، وتكون سوناطراك قد ساهمت ولو بقسط ضئيل في إعادة الحياة إلى مجراها بكل من بشار ونعامة، ليعيش المواطنون في ظرف حياة مستقرة وعيش كريم. وتأتي هذه التبرعات التي جمعتها مختلف الهياكل التابعة للمجمع في إطار التزام سوناطراك المتواصل بتعزيز قيم التضامن الوطني والمسؤولية الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة.